طارت الصدر طلعت الحرارة طارت الصدر. والسلام عليكم يا اخوان، رجعنا لكم بيوم ردة فعل مباشرة، ديربي الغضب، ديربي كاتالونيا، برشلونة اسبانيول. حنشوف اليوم برشلونة بعد توقف دولي كان لكأس العالم طبعا اللي معروف اللي توج به منتخب الارجنتين وميسي بالبطولة. توقف اليوم بعد فترة توقف طويلة يا اخوان، الفرق كلياتها تقريبا. شفنا مبارح ريال مدريد كان اداؤه سيء نتيجة التوقف، فاليوم حنشوف برشلونة هل يحسم الأمور أم مثل ريال مدريد راح يتعذب وممكن يتعثر إن شاء الله. لا، تشكيلة برشلونة اليوم عموما نتيجها أول شيء على القائمة. القائمة يا إخوان من دون أبدا أي غيابات لأول مرة منذ يمكن شهرين أو ثلاثة، برشلونة من دون أي غيابات كمكتملة الصفوف، وكمان اللي زادها مثل ما يقولون سكرة وجود ليفاندوفسكي اللي كان راح يتوقف ثلاث مباريات واستأنف القرار برشلونة ووافق الحمد لله. تأجل القرار لحين ما الله أعلم أيمتى راح يطلع القرار، بس اليوم راح يلعب ديربي الغضب ليشوف اليوم برشلونة شو حم يعمل. والجديد كمان واللي هو شيء مفرح، خبر صار لبرشلونة ولجماهير برشلونة بالخصوص إنه بوسكيس على احتياط. اليوم الدفاع حيكون ألونسو على ما أعتقد، مبني حيكون هو قلب ال على ما أعتقد في قادم الأيام هو حيكون ركيزة أساسية بقلب الدفاع، ما راح يلعب غير يسار. بجانبو كريستينسن على اليمين، سيرجيو روبيرتو على اليسار، جوردي ألبا خط الوسط، هو خط وسط أنا برأيي ممتاز نوعا ما، أحسن خط وسط للفريق حاليا هو ديونج بيدري وكافي، وخط الهجوم كمان نفس الشيء أنا ما أعتقد كمان خط هجوم زين يعني لأنه عدم جاهزية ديمبلي وكوندي. وجود بالهجوم ليفاندوفسكي البومبر البولندي هداف دوري الإسباني، وعلى اليمين رافينيا وعلى اليسار فاتي. لنشوف اليوم شو عم يعمل تشافي ان شاء الله. الفوز وخطف ثلاث نقاط من الفريق اللي عنيد، دائما ما يكون عنيد مع برشلونة اسبانيول. لا تنسوا يا اخوان الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يكون كل جديد حبايب القلب يا رب. الضغط بدا يقرب يا اخوان، بدا يسخن، بدا تحرك الماكينة الكاتالونية. يا رب جول، الجول الاول يكبر عن طريق ماركوس الونسو. يا عيني يا عيني يا عيني على ماركوس، ما قلت لك بديت تدور بديت تشتغل الماكينة الكتالونية يا حبيبي. حبيبي يا حبيبي الصدارة تعود لأهلها يا حبيبي يا مدريدي. الله 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 على ماركوس ألونسو يا اخوان، هذا الحارس البديل لإسبانيول طبعا، ما أعرف ليش تغير بآخر الدقائق قبل المباراة كأنه مصاب أو شيء حارس أساسي. المهم التقدم عن طريق ماركوس ألونسو، شوفون ما في شيء ما في شيء، سليم روبرت ليفاندوفسكي يا اخوان هو اللي صنع الهدف ولا لا؟ منو؟ لا مو روبرت ليفاندوفسكي، لا لا يا عيني على ماركوس. هون هون مين فلس منها؟ ها ليفاندوفسكي كيف فلس يا زلم؟ الهدف الاول يا معلم يا معلم يا ماركوس ألونسو، اول هدفه مع برشلونة، لا ولا الثاني لانه سجل كمان دور الابطال مع فيكتوريا بيلزن يمكن. انسو شوط انسو، هذا هو كايوين يا زلمة، لحالك يا زلمة حرام عليك. يوه اجت على الحارس، هي اجت على الحارس ماركوس ألونسو، لا ليفاندوفسكي والله هي اللي اجت على الحارس. يا حرام ترى هذا الحارس البديل مو الاساسي، الاساسي تصوب باخر ال كان موجود بالتشكيلة يعني، بس ما أعرف شو صار عليه وتغير في آخر الدقائق. جوردي وكان وين يا ماركوس ألونسو يا زلمة؟ كان الثاني يا زلمة، كل حرفية بتخطى، كل حرفية حاله هو من حارس، ما في حدا معه مرتاح. يا الله يا ماركوس، وكاي وين يا زلمة؟ فكر حاله مدافع طلعها، فكرها على مرمى. يلا يلا حلو بعدين، بس كذا عرضيات يا اخي هذول بالعرضيات ما بيعرفوا خالص، كل عرضية عم تخطر. كفاية يا زلمة، روح عطي روح، رافين انفرد انفرد انفرد، خلص خلص. وك يا الله شو اللي عملته يا زلمة؟ شو اللي ضيعته يا رجل؟ هذا بيضيع كثير يا الله، هذا بشكل عام بيضيع كثير يا عمري. اوكي وين راح فيها؟ شوف ليفاندوفسكي كيف عملها بالكعب، حرام عليك، وين رايح واخذها لهون يا زلمه؟ تاخر، خطيره خطيره هي. شوط
يا الله خطيرة جدا جدا والله فولي زي ما ضربوا فاتي وهم ماحق خطيرة قلت لك خطيرة واحد على واحد هون هون والله دفشوا يا الله يلا يا اخي انت اعمل اي شيء يا زلمة سير شو هون ايه رافينيا يا الله الحارس يا سلام شاطه بمكانه يا زلمة شاطه بوز هو شو طلف يا زلمة بالزاوية ليفا يا اخي اليوم لازم يبصم يا زلمة بالديربي الاول له بنته حلوة هذا هذا لا يا زلمة بعيدة عنه ألحقها والله والله حرام يا رجل هون ضربة جزاء وكيف زلمة ما حدا ضرب ولا تهبني يا زلمة حتى ضربة جزاء والله ما فيها شيء لحاله عم يقول له ضربة جزاء لهوس وكتابة رايحة طب بالسماء ليش ده يضربون ماني فهمان اسمع يا شوف اسمع طب بالهوا هون وين ضربة جزاء؟ رجله دعس على رجله مربوط يلا يلا وين وقف اشتقني اذا وقف بالنص خلصنا يا زلمه يلا يا رب جست لو اوه التعادل اسبانيول التعادل 1-1 اسبانيول برشلونه تراخى بالشوط الثاني ما لعب كره ابدا ما لعب كره نزل يسير باللعبه يسير بالدقائق بس بده يمشي وقت برشلونه 1-0 نتيجة مش مأمنة أي لحظة ممكن ضربة جزاء ركنية راح يسع 20 دقيقة من نار 20 دقيقة نار وشرار راح تكون بالكامب نو يا جماعة 1-1 كرت أحمر جوردي ألبا إلى الغرض عليك صفر النوب تحترض عليه روح اوكي زلمة شوفي ليش هيك يا شو هالحكم هذي زلمة يعني مو لهالدرجة يا اخي والله طاق 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 صفرات يا زلمة شو صار من الشوط الاول يا زلمة على صفرة اولى صفرة ثانية صفرة ثالثة يعني مو لهالدرجة يعني شوي هدي يا زلمة والله لو حكم مدريدي مو هيك يا رجل روح يا زلمة يلا روح طب هاي شو هاي يا زلمة هاي هذول شو كلها هذول عطي شوف بس لا تشوف يا حرام والله حرام عادي ما يحتاج سقطة ايه قول لا الحارس كريستينسن الحارس اطلعها من الزاوية والله رايحة وكيف جابها يا زلمه اوه على طريقه تيبو كورتوا امبارح معليش بيجي والله بيجي الجول بيجي رفعات اذا هم بالعرضيات سيئين يا رب حلوه بالدي ليفا لا وكشو ليفا يا ليفاندوفسكي وين ضيعها وكريش شطتها باليسار شوطها باليمين شوف يا الله بالدي شو عمل ما فيها شي شاطها بالحارس الله. حرام عليك يا ليفاندوفسكي يا زلمة والله حرام بالدي بتعدي كبير شوط يلا شوط بدري يا الله وكايرو مو ركنية ما فيها شيء هو شاطها هيك ركنيتين شوط عادي يا اخي شوط 9 دقائق يا زلمة ربع ساعة لازم والله لازم ربع ساعة
يا الله وكان كيف راحت يا بيدري شو اخ اتبع كوندي عثمان يا رب الله عليك يا ديمبلي يا زلمه انت شو حق الله اسطوره ديمبلي وحق الله اسطوره روح يا رب يا رب مشان الله مشان الله عثمان 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 وك يا زلمه وك يا الله روح يا اخي ليش رجع حفاوي هشو المضرطه هاي يا اخي لعبها شلون بيرجع حفاوي شلون بيرجع حفاول ما فهمت انا ما قدر يا اخي ما قدر بيكمل خلاص يعطيه صبره كملت قطعت الكره اللي فوتها جول يعني مشان ما يحط له فاول صفر صفر دخيل الله صفر 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 طارت الصداره طلعت الحراره طارت الصداره طلعت الحراره طارت الصدارة طلعت الحرارة بعدين لسه وين طارت متساويين بالنقاط ايه بس متصدر الريال بالاهداف متصدر الريال بالمواجهات المباشرة متصدر الريال ابلع خلص 2022 متصدر الريال عمو ايوه ما تكون متصدر ابلع ابلع هذا اسبانيول الابن العاق الابن العاق هذا الابن العاق لبرشلونة ينغص عليهم نهاية السنة ويرجعهم للمركز الثاني للمركز الثاني ترجع من ابن العاق إسبانيول طارت الصدارة وطلعت الحرارة يا جماعة طلعت الحرارة طارت الصدارة لابن العاق طبعا برشلونة الحق عليه من الشوط الثاني نزل كبسه جول ثاني وبعدها خليه حتى يحط جول عادي مش مشكلة يعني بس برشلونة هو السبب يا جماعة اعتقد تشافي يسير بالمباراة كان بالشوط الثاني لحد ما ضربة الجزاء هي قلبة الموازين ومباراة بها كروت حمراء وكروت صفراء لا تعد ولا تحصى الصراحة اداء استثنائي من كالعادة من لاهوس يعودنا على ما شاء الله الكروت الصفراء والاداء اللي يعني نجم المباراة الصراحة هو الحكم بدون منازع يا جماعة لا تنسون إخواننا اللايك واشتراك القناة وفعل الجرس عشان يصلكم كل جديد تحياتنا لكم والسلام عليكم.